اتحاد الكرة المصري يجدد الثقة في رئاسة عامر حسين للجنة المسابقات. الزمالك يقرر معاقبة لاعبه رضا العزب وفقا للائحة. اتحاد السكندري يعترض على إدارة سمير عثمان لمباراته مع الأهلي. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب خلال 2014 في استفتاء للجارديان. الزمالك يخفض مطالبه المالية لرحيل جنش، والاتحاد السكندري يطلب المزيد. اتحاد الكرة المصري يجدد الثقة في رئاسة عامر حسين للجنة المسابقات. الزمالك يقرر معاقبة لاعبه رضا العزب وفقا للائحة. اتحاد السكندري يعترض على إدارة سمير عثمان لمباراته مع الأهلي. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب خلال 2014 في استفتاء للجارديان. الزمالك يخفض مطالبه المالية لرحيل جنش، والاتحاد السكندري يطلب المزيد.